ايوه قلبي، ايوه يا لافلي، تيجي لجوزك اللي بيحبك ويتمنى رضاك. بالليل بالليل ليه بقى؟ انا جاي من اخر الدنيا وسايب مالي وحالي وجاي على ملا وشي عشان املي عيلي برؤياكي، تقولي لي بالليل؟ ماشي، عشان خاطر عيونك انا هستناك بالليل ما دام انت مصره تسلمي على اولادك. عناية ليكي ولولادك يا لافلي. كنت اقعدي لبكره كمان؟ ده انا حتى كنت ناويه ارجع من الكليه بدري عشان اقعد معاكي. انا مش هتاخر عليكم، انا هفضل رايحه جايه عليكم. هو حسام فين؟ لسه ما جاش. يمكن في حاجه اخرته، ابقي سلمي لي عليه. طب يلا قومي علشان اوصلك. يلا. هتوحشيني يا حبيبه ماما. انت اكتر يا ماما. والله ما كان في داعي للي بيحصل ده، بس هنعمل ايه؟ اللي حصل حصل. اسمه نصيب يا رياض. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. بس يا حبيبتي، بس يا دنار، يعني هي ماما مسافرة؟ ده احنا بينا وبينها 10 دقايق بالعربية. إذا ده كفاية إنها ما بقتش عايشة معانا في نفس البيت. طب بس يا حبيبتي يلا قومي يا حبيبتي، اغسلي وشك كده وغيري هدومك، وأكيد بقى سرياد لما هيرجع هياخدنا سهرنا معاه. مش عايزة، أنا داخلة أنام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة بس إيه اللي عملتيه في نفسك دوت يا بنت الحاجة أبو الفضل؟ ليه بس؟ كنت عايش مع الست والكلام جاي على الجرح. على الجرح؟ الحمد لله على السلامة. إيه وصلت إمتى؟ أول ما كلمتك يا لافلي. يا ست الستات، إزاي عيالك؟ كويسين؟ عيالي بيبوسوا الأيادي يا ست الستات. ها نمت فين بقى اليومين اللي غبتهم؟ بتسألي ليه؟ يعني ايه بسأل ليه؟ انت مش شجعت ولادك لطليقتك؟ نمت فين واتكلم دغري من غير لو؟ انا نمت في القندة. لقندة؟ علي شكلك كده مش مطمني، مالك في ايه؟ انا مالي في جيبي يا حبيبتي. انت بتطلع ام العيال بقالك قد ايه؟ من سنين طويلة. يعني كام سنة كده؟ يجي لها 5 سنين كده. يا راجل يا كذاب، انت مش قايل لي من 8 سنين؟ انا قلت كده؟ ايوه، ما امرك ما قلت ان ورقه الطلاق ضاعت وعملت بدل فائت. بقى ما هو من كتر المشاكل ووجع القلب انا طلقتها 3 مرات، كل كام سنه مره، السنين دخلت في بعضها بقى. يا سلام، في بعضها. انت هتاكل بقى على حلاوه ولا ايه؟ انا عارف ايه اللي جاب السيره النكد دي. تعالي تعالي بس يا حبيبتي، تعالي احكي لك عملتي ايه في الكام يوم اللي انا كنت غايبهم عنك. يا اخويا اوعى. الست الناصحه يا نبيله تلمي ما تبعزقش. وانت شايفاني ببعزق في ايه بس يا امي؟ انا ما قلتش كده، انا بقول تلمي على قد ما تقدري، يعني لما تلاقي حماتك تشد. ايه رخنتي؟ اعتبريها انا، يعني لو انا قلت لك كلمه وحشه هتعملي معايا ايه؟ هستحملك طبعا. خلاص اعملي كده مع حماتك. والله ما برد خالص يا امي، بسكت وبكتم وكانها ما قالتش حاجه خالص. جدع، وتعالي على نفسك كمان، رضيها وحيليها. وما دام جوزك بيحبك وبيرضيكي يبقى لازم ترضيه في امه. رضيها يا ضنايا، دي مهما كان هتبقى جده اولادك، وعشان رياض يهون كل شيء. رضيها يا حبيبتي عشان ربنا يرضى عنك. صح يا امي، عندك حق، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انت اللي دايما بتنصحيني وبتصبريني على نفسي، ده انا باجي عندك نار بنزل رماد. بقولك يا روبي، ما تفكرينا كده في مكان رومانسي وحالم نروح انا وانت سوا دلوقتي؟ لا روح انت، انا مش فاضي. مش فاضيه؟ ايه البواخه اللي انت فيها دي؟ بابي جاي يزورني النهارده الساعه 5. بابي؟ في واحده في سنك والنبي تقول بابي؟ يا شيخه كبري. أكبر إيه؟ ده بابي يا حبيبي، أولاً هيحرمني من مصروفه على طول، غير بقى محاضرة الأدب والتربية اللي هيقعد يديها لي.
محاضرة الأدب؟ آه. ده بأمارة إيه؟ ها؟ هو بيسأل عنك أصلاً؟ أرجوك يا حسام بلاش كلام في الموضوع ده علشان أنا على آخري. بس يا بنت بلاش عبط، بلاش مود النكد اللي بتحبي تعيشي نفسك فيه ده. أنا نكدية يا حسام؟ يعني قصدي بلاش تعيشي لي دور الشهيدة، أنتي وعدك عند جدتك جاية على هواكي قوي. ليه بقى؟ كده أنتي عايشة لي دور المحرومة من الأسرة وبابا وماما، لكن أنتي بقى في حياة الأمر مستريحة جدا من قيود الأسرة، لحد بيقول لك رايحة فين ولا جاية منين، بتخرجي وقت ما أنتي عايزة وبترجعي وقت ما أنتي عايزة، محدش بيسألك ولا بيلاحقك بالأسئلة، عايشة الحياة ببساطة يعني فري. لا يا فرويد أفندي، تحليلك غلط. مفيش بنت في الدنيا تحب تعيش العيشة اللي أنا عايشاها دي. أم ميتة وأب متجوز. أنا كمان نفسي أتسأل في الدخلة والخارجة، نفسي يبقى لي عيلة، لما الدخول والخروج مش هما المهم يا حسام. طب ما هي أختك منال بتدخل وتخرج زي ما هي عايزة، والناس بتتكلم عليها برضو، لكن يجوا لغاية عندها ويسكتوا، لأن عارفين إن ليها أهل، مربط. إيه ده أنت اتجننتي يا بنت أنتِ؟ إيه التخريف ده؟ مين ده اللي يستجري يجيب سيرة أختي؟ وبيقول إيه؟ الله الله الله، إيه العظمة دي كلها؟ عشان ماما أول مرة تتغدى معانا. أمال هي فين يا حبيبتي؟ ده فاطمة راحت تنده لها يا حسام. طب ومنال؟ أنا هنده لها بنفسي. يا ماني؟ ماني؟ يا أمي يا أمي يا حسام. أيوة يا رياض أنا جاي يا أمي. اتفضلي يا أمي، اتفضلي يا حبيبتي. الله، إيه السفرة الجامدة دي؟ إيه ده إيه ده؟ إيه المواهب المستخبية دي كلها يا بلبل؟ بالهنا والشفا، بس يا رب بقى اكلي طعمه يعجبكم. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. دي يا حبه عيني واقفه من النجمه في المطبخ، عماله تطبخ وتوضب الحاجات الجميله دي، وتقول علشان ماما جايه تاكل معانا النهارده. ايه يا بطوله؟ ما تقعدي يا حبيبتي، واحنا يعني مش هنعرف نحط نفسنا ولا ايه؟ حاضر هقعد. ممكن تدوقي ورق العنب ده يا ماما؟ لا 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 لا، ما تحطليش، انا ماليش في الاكل ده. انا اصل واخده على الاكل النظيف بتاع فاطمه، ماليش في العك ده. وانا اكلي مش نظيف في ايه بس يا ماما؟ ليه كده بس يا امي؟ حبيبتي تسلم ايديكي، والله اجمل واطعم اكل دقته في حياتي بجد يا نبيله. الاكل زي الفل، تسلم ايديكي. بقى انا اعرف اعمل الاكل القبهه ده ابو ريحه تجنن ده، ده انا اكلي كله عك في عك، ربنا يستر. الله يكبر بخاطركم. طب ايه رايك بقى ان الاكل اللي بتعمليه العك ده هو ده اللي بيبقى على قلبي زي العسل، وما بيعجبنيش غير. ليه كده بس يا امي؟ حرام عليك. هو قال لي ليه؟ اكله مش عاجبني، اهو حلو عليه بالعافيه، هو من ماله ولا هناله؟ اشحال ان الملوخيه ساقطه في قعر الطبق. يا شيخ اوعي كده، دي حاجه تعل. كلكم بيني وبينك الاكل حلو. انا باكل وانا بطلت. حقك عليا انا. والله يا حبيبتي انا ما عارف اقول ايه. من ناحيه ان ماما غلطانه فهي غلطانه فعلا. لكن هي امي. يرضيكي يعني اتخانق معاها؟ لا طبعا ما يرضينيش. تسلمي لي يا حبيبتي، يسلم لي ذوقك، تسلم لي ايديك الحلوه اللي عملت لي احلى اكل في الدنيا. انت عارفه ان حسام ومنال لسه قاعدين لغايه دلوقتي على السفره بياكلوا؟ عاجبهم الاكل قوي بصراحه بقى، ولا اجدع شيف في الدنيا يعمل الاصناف اللي انت عملتيها. أنا مش عارفة ليه ماما بتعمل معايا كده، مع إني بعمل المستحيل عشان أرضيها. وضع طبيعي يا حبيبتي، يعني أي أم في الدنيا بتعمل كده مع مرات ابنها البكري، لأنها بتحس إنها خلاص مكانتها عنده راحت، وإن مراته بقت كل حاجة في حياته، وخصوصًا بقى لو عارفة ومتأكدة إنه بيحبها وبيموت فيها، زي حالتي كده. ربنا ما يحرمني أبدًا من ابتسامتك الحلوة.